الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. شكرا للأئمة الأفاضل وكذلك الأخوات الفضليات عن الأئمة الأفاضل عن ما قدموه من آيات وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا خير أمة أخرجت للناس، تمنينا أن نبقى دائما. أما بالنسبة للأخوات الفضليات، أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية فعلا أنزلت للعالم أجمعين. تمنينا أن يكون فعلا رمضان كما تفضلت وتقدمت وقدمت في الحلقة القادمة، أن ما المعنى الحقيقي لرمضان والمعنى الحقيقي للصيام، وما هو القرآن بالضبط؟ هل هو فقط قراءة القرآن كما تفضل الشيخ، أو هو سلوك يجب أن نتخذه ونتعامل معه نتعامل به في الدنيا، لأنه دستور العالمية ودستور البشرية. أما بالنسبة للصدقة في رمضان، الصدقة لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة الآن ستنبزها هما human needs، وهو الاحتياج السادس في six human needs. في الاحتياجات الست هو احتياج سادس contribution، المساهمة والمساعدة، علاج نفسي وعلاج كذلك مرضي إن كان هناك خلل، خاصة في الأمراض النفسية الجسدية لماذا دي psychosomatic. إن كان هناك خلل في النفس فتعالج نفسك بالصدقة لأنه احتياج نفسي. أما بالنسبة لما يحدث في الصدقة وما يجري في الصدقة وبالذات في رمضان، ما الذي جرى لنا؟ مرات جيد جدا أن تكون الصدقات، جيد جدا أن نساعد ونساهم في إطعام المساكين والفقراء، جيد رائع، ولكن أوليس لنا الآن تفكير بعمق، نفكر بعمق في إيجاد حلول. الآن ذهلت لما تفضلت الأخت الفاضلة بسرد هذا المال الذي تعطيه الدولة والمساعدين والمساهمين، فقط الدولة تعطيه لوزارة التضامن 28 مليار ولا 14 مليار و700 14 مليار و10 و8 مليار ملايين 17 مليار و3 ملايين، يعني 20 مليار وزيد راها ماشيه ما نعرفش شحال من مليار في الشهر، بلس دو 20 مليار بار موا في رمضان فقط. هذه بالنسبه لوزارة التضامن. أما يكونش ألا يوجد فينا رجل حكيم نفكروا أننا نعفف الأسر؟ كاين الحمد لله كاين درنا إحصائيات المساكين، ما كانش هناك انجملاج، ما كانش كوربوريشن، ما كانش كولابوراسيون، يعني ما كانش عمل تشاركي بين الوزارات. هي دولة واحدة وأمة واحدة تعاني السنة اللي عانت كما قالت أختي الفاضلة اللي عانى العام اللي فات يعاني السنة. أولم نفكر كما قالوا لي شينوا للشينوا، خلينا من ديننا والقرآن الكريم والسنة النبوية التي لم تتبع الآن، فمشينا لطريق واحد آخر. أن لا نعرف، قال خويا المتعب.